عملتي كده ليه؟ ده لازم انا جايه غصب عني والله. لحد ما المدرسين جم انا رايي بقى ان احنا نختار يوم مش دلال تبقى اصلا اجازه فيه عشان نبقى براحتنا. ما بتغيبش ولو عرفت هتبهدلنا. طيب بصي هاتي الفلوس دي، الفلوس بتاعت النهارده ناقص بس فلوس ميس رهام. معلش ما لحقتش اخدها منها عشان كنت مستعجله قوي، هاخدها منها في البريف. ودي بقيه الحاجات اللي باقيه. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انتي بتبيعي هدوم في المدرسة؟ عيب عليك يا دلال. لا طبعا، دخلت على الهانم لقيتها عاملة لي تاجرة شنطة وبتبيع الحاجات لزمايلها وعاملة المدرسة سويقة. لا 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 خالص، ما حصلش. انا بس كنت بعمل كده للمدرسين في وقت فراغهم ومحدش شافنا اصلا. ما تخافيش، ما حصلش حاجة. لا وليه محدش يشوفك يا حبيبتي؟ ما تخلي المدرسة كلها تشوف. انا رأيي بقى ناخد الهدوم وننزل نبيع للولاد في الفصول. والله يا دودي انا قلت لها عيب، احنا مش في الشارع، احنا في مدرسه محترمه، لازم نحافظ على الايمج بتاعتنا. وهي عيطت ووعدتني وعد قاطع ان هي مش تعمل كده تاني. الحاجه دي لو ما اتلمتش هيبقى ليا اجراء جامد جدا. لمي يا هانم، لمي اتفضلي. كده والله يا دودي قلت لها انها ما تعملش كده تاني، مش كده؟ مش لازم الم الامور، ما تفتحي معايا يا هند مالك. لمي لمي وهاتي فلوس البليت الرهان دي، مش ناقص كده. الفلوس اللي جمعناها طلعت قليله قوي، بس ما تقلقش، كده كده كنت متوقعه ده. انا وفريده جات لنا فكره نجمع بيها الفلوس الباقي. بجد؟ انا جمعت اوردرات كتير مطلوب نسلمها النهارده. انا وانت يا حمزه هنجهز الاوردرات دي سوا. جاكيت ايه ده؟ ده منطلون خلصته؟ طب كويس، هنزل انا بقى انزل الاوردرات دي للدليفر. لا 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 خليكي انت يا ماما، ارتاحي يا حبيبتي. انا فريده ننزل نديهم الاوردرات. صح يا اختي، اسم الله عليكم على حلاوتكم. ايه الحلاوه دي، هتعملوا كده فعلا؟ طيب خلي بالك بقى منها يا حمزه. من الاوردرات ولا فريده؟ من الاوردرات طبعا يا حبيبي. انا وانت هننزل الاوردرات مع بعض. يلا. وانا هقول يا دودي اني رايحه اذاكر مع واحد صاحبي وعم محمود هيوصلني. خلي بالك عليه يا عم محمود والنبي، سيب خلي بالك على نفسك. اوكي باي. اما بكدبش على دوزي ابدا، بس هعمل ايه؟ يلا ربنا يسامحني المره دي. مش عارف تسوق ولا ايه؟ هندي الاوردرات كلها لسيف وهو يوصلها للعناوين بتاعتي. انا هخلي عمو محمود يساعدنا وما يقولش لمامي ولا دود. وزع كل اوردره على العنوان اللي على الشنطه وبعديها ارجع لي هنا. حاضر يا سيف. ماشي بقى. كده نكون كسبنا في كل الاوردرات 75 جنيه، والفلوس دي حمزه هيرجعها لبابا. باي. مع السلامه. باي. بابي؟ بتعمل ايه؟ ولا حاجة. تعالي يلا.